بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء التلاميذ السلام عليكم، معكم الأستاذ حمود، أستاذ مادة علوم الطبيعة والحياة، أستاذ مادة علوم الطبيعة والحياة. اليوم بإذن الله تعالى أقدم لكم تمارين موفق بالحل. هذا التمارين متعلق بالتكافؤ الجنسي عند النباتات الزهرية. طبعا فيه عنصرين اللي هما جهاز التكافؤ عند النباتات الزهرية، دور المناسل في التكافؤ الجنسي. أبناء التلاميذ لحل هذا التمرين لابد أن نجدد بعض المعارف. هذه المعارف نذكركم بها وهي كالتالي. طبعا هذه المعارف يجب أن تكون لدى التلميذ لكي تساعده في حل التمثيل. هنا لدينا عنصران نحتاجهما في حل هذا التمرين. العنصر الأول هو جهاز التكافؤ عند النباتات الزهرية، أي مكونات الزهرة. طبعا كما تعلمون بأن الزهرة تتكون من قسمين هامين. القسم الأول نسميها بالأعضاء الواقية. هذه الأعضاء الواقية تتمثل في الكأسيات أو السبيلات، والكأسيات طبعا دائما لونها يكون أوراقها تكون خضراء. أما التويجيات أو البتيلات فهي تأخذ ألوان مختلفة للزهرة والتي تجعل من الزهرة ألوانها زاهية. نجد في داخل الزهرة يعني في لب الزهرة الأعضاء التكاثرية المتمثلة في الأزدية وهي العضو الذكري والمدقة وهي العضو الأنثى. كذلك سنتطرق أو يجب أن تكون لدينا بعض المعارف مثل دور المناسل في التكافؤ الجنسي. فالمناسل هي التي تقوم بإنتاج الخلايا التكاثرية الذكرية والأنثوية. نمر مباشرة إلى التمرين. التمرين كالتالي أقوم بقراءته عليكم أبناء التلاميذ. شجرة البلوط نبات زهري يحمل نوعين من الزهور. تمثل وثيقة واحد مقطعين طوليين لهذين النوعين، الشكل ألف وباء. شجرة البلوط نبات زهري يحمل نوعين من الزهور. تمثل وثيقة واحد مقطعين طوليين لهذين النوعين، الشكل ألف وباء، كما يظهر في الوثيقة، الشكل ألف والشكل باء في الوثيقة واحد. اعتمادا على الوثيقة والمكتسبات، يعني اعتمادا على هذه الوثيقة التي أمامكم وعلى مكتسباتكم اللي هي المعارف التي قلنا أننا نقوم بتجنيدها، نجيب عن التعليقات أو عن الأسئلة التالية. السؤال رقم واحد، أعطي الأسماء المناسبة لأرقام الوثيقة واحد، يعني نقدم أسماء هذه الأرقام. أعيد السؤال، أعطي الأسماء المناسبة لأرقام الوثيقة واحد من واحد إلى غاية سبعة. السؤال الثاني، حدد من بين الزهرتين ألف وباء الزهرة الذكرية والزهرة الأنثوية، يعني نحدد أيهما زهرة ذكرية وأيهما زهرة أنثوية، ثم نسمي هذا النوع من الزهرة. أعيد السؤال، نحدد من بين الزهرتين ألف وباء، ألف وباء، نحدد الزهرة الذكرية والزهرة الأنثوية، ثم نسمي هذا النوع من الأزهار. السؤال الثالث، حدد دور العنصر ثلاثة وسبعة، العنصر ثلاثة والعنصر سبعة، ثم أعطي أسماء العناصر التي تحتوي عليها، أسماء العناصر التي تحتوي على في العنصر ثلاثة والعنصر أربعة. نمر مباشرة الآن إلى الإجابة. تعليق واحد، إجابة على السؤال الأول، الأسماء المناسبة لأرقام الوثيقة. عزيزي التلميذ، نعود إلى الوثيقة. حسب الشكل ألف، وحسب شكل العضو واحد واثنين، فنقول بأن وحسب المعارف التي يجب التي اطلعنا عليها سابقا، فإن واحد يمثل الخليط، واثنان يمثل المئبر، والكل يمثل رقم ثلاثة وهو طبعا السداس. والعضو الذكري. أربعة في الشكل باء يمثل الميسر، وخمسة يمثل القرن، وستة يمثل المبيض، والكل سبعة يمثل المدقة وهو العضو المنثوي. لهذا نقع الإجابة. واحد خيط، اثنان مئبر، ثلاثة سدات، أربعة ميسن، خمسة قلم، ستة مبيض، سبعة مدقة. التعليمة الثانية، التعليمة الثانية، المطلوب تحديد الزهرة الذكرية والزهرة الأنثوية ونوع
الزهر، يعني لدينا شقان. لتحديد الزهر الذكرية والزهر الأنثوية علينا دائما أن نعود إلى الشكل طبعا أو إلى الوثيقة واحد. الشكل ألف، الشكل ألف يحتوي على أعضاء ذكرية هي السودات، وبالتالي نقول أن هذه أن هذا الشكل يوثق زهرة ذكرية. أما الشكل باء فهو يحتوي على أعضاء أنثوية تتمثل في المدقة، وبالتالي نقول بأن هذه الزهرة هي زهرة ماذا؟ أنثوية. ماذا نقصد بنوع الزهرة؟ أي هل الزهرة تحتوي على أعضاء ذكرية فقط أو أعضاء أنثوية فقط، أم تحتوي على الأعضاء مع بعض؟ إذا كانت تحتوي على الأعضاء الذكرية مع الأنثوية فنقول بأنها أنثوية أو ثنائية الجنس، وإذا كانت كل زهرة تحتوي على عضو واحد فقط فنقول بأنها أحادية الجنس. كما تلاحظون معي في الشكل، فإن الشكل ألف في فقط كلها أعضاء ذكرية، فبالتالي نسميها هذه زهرة ذكرية، وفي الشكل الثاني كلها أعضاء أنثوية، فبالتالي هذه أنثوية. إذن فنوع الزهرة أحادية الجنس، وبالتالي تكون الإجابة على النحو التالي. تحديد الزهرة، الزهرة ألف زهرة ذكرية، لأن ألف ذكرية تحتوي فقط على أعضاء ذكرية. الزهرة باء زهرة أنثوية تحتوي فقط على أعضاء أنثوية. نوع الزهرة أحادية الجنس، لماذا؟ هنا في إضافة. لماذا؟ لأنه يوجد في كل زهرة نوع واحد من المناسب، نوع واحد من المناسب. هنا توجد فقط السودات، هنا توجد فقط المناسب. أضفت أيضا إما ذكري أو أنثوي، وبالتالي فإن حبوب اللقاح تنتقل من اللعبة يعني من الخلية الذكرية إلى ميسم الخلية الأنثوية، أو عفوا يعني من المقبرة الزهرة الذكرية إلى ميسم الزهرة الأنثوية، فبالتالي تحدث عملية الإرتاح. نروح مباشرة إلى التعليم الثالث أو إلى السؤال الثالث من هذا التمرين البسيط. المطلوب الثالث هو تحديد دور العنصر الثلاثة، تحديد دور العنصر الثلاثة كما يدعى المثيقة، وتحديد دور العنصر ماذا؟ سبعة، والعناصر التي تحتوي على الخلايا الجنسية. عزيزي تلميذ، المطلوب ليس اسم العنصر الثلاثة لأننا ذكرناه سابقا، وإنما تحديد دور العنصر الثلاثة. إذن فالعنصر الثلاثة كما ذكرنا سابقا هو السودات، ونحن نعلم بأن السودات يحتوي على طبعا السودات يحتوي على مئبر وخيط، والمئبر يوجد فيه حبوب الطلبة التي تحتوي على الخلايا الذكرية، وبالتالي فنقول بأن العنصر الثلاثة هو المنسل الذكري، هو المنسل الذكري. نفس الشيء بالنسبة إلى الشكل باء، فأيضا المدقة تحتوي على كذلك على البيوض، وبالتالي فهي المنسل ماذا؟ الأنثى. وعليه نقول أن ثلاثة منسل ذكري وسبعة منسل أنثى، ودوره طبعا منسل أنثى. العناصر التي تحتوي على الخلايا التناسلية، فثلاثة قلنا أنه منسل أنثى ذكري، وبالتالي هو يحتوي على حبوب الطلع التي تحتوي بدورها على الخلايا أو على النطفات النباتية طبعا اللي هي في الزهر، وسبعة يحتوي على الخلايا الأنثوية اللي هي البويضات. نمر مباشرة إلى الإجابة النموذجية. العنصر رقم ثلاثة نشيز ذكري يحتوي على حبوب اللقاح داخل المئبر، والتي تمثل الخلايا التناسلية الذكرية كما ذكرنا سابقا. العنصر رقم سبعة نشيز أنثوي يحتوي على بيوض داخل المبيض، والتي تمثل الخلايا التناسلية. أضفت لأبنائنا الأعزاء وأتمنى لهم كل التوفيق والنجاح حكمة تقول: ما تركز عليه تحصل عليه. إذا ركزت على النجاح عزيزي التلميذ فإنك تحصل على النجاح، وإذا ركزت على شيء آخر فلا قدر الله فإنك ربما تحصل على أشياء لا نرغب فيها. بإذن الله تعالى أتمنى أن تكون قد استفدتم من هذا التمرين البسيط، وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.